من مملكة الأرباي أسرت هاوس كانل، وإن شاء الله بإذن الله في مفاجأة جميلة الفترة اللي جاية هننزلها، إلا إن إحنا عايزين نوريكم يعني إيه المخرطة. يعني إيه مخرطة؟ يعني تجيب بتاعة كده تحطها في بتاعة، والبتاعة التانية تفضل تمشي مع جنب بعض كده أما يعملوا كوبي بيست أو حاجة شبه حاجة. خداش جونيور أسرت هاوس، خداش جونيور أسرت هاوس هو خليفة خداش. خداش عنده 3 شهور ونص، نعم لا 3 شهور خداش عنده 3 شهور من الخلف الجاينت عندنا. احنا ما بنعرف الكلاب ما بنشيلهاش، احنا ما بنعرف الكلاب بنحطها علشان نشوف عظمها، نشوف رجليها اللي ورا واللي قدام وحجم العظم والصدر، ومش هنتكلم على مواصفات الا ان احنا هنتفرج على خداش جونيور. ما تقومت كده تنكشها جاتا كاتش كاتش. اه جرب تاني، جرب برا. خداش جونيور أسرت هاوس من أشرس الجراوي التي أنتجت من خطوط دم أسرت ومن خط دم خداش. خداش جونيور أسرت هاوس قاعد في أسرت إلا لو جه عدله، تمام؟ وخداش جونيور هو امتداد خداش، وعايزين نفرقه على حجمه، مش هنتكلم على مواصفات ولا حاجة، بس عايزين نتفرج على حجم الجرو، عظم الجرو، الأساسيات، علشان احنا ما بنحبش نشيل الجراوي في العرض، احنا بنحب نحط الجراوي كده عشان نتفرج على الانجوليشن الرائع، نتفرج على العظم والخشب الرائع، الهيد ستراكشر الهايله، البروبوشنز بتاعت الجسم اللي مفيش احسن من كده. اكبر جرو تم انتاجه في مصر ليه كروب مظبوطه بما فيهم انتاج اسرتا. الرقبه 3 شهور و ربنا يبارك يا رب. اللي عايز ربي خداش جونيور يتقل جيبه ويكلم مطر. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.